مساء الخير والسعادة أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، مشاهدي برنامج شيف ستار. كل عام وأنتم بخير. كل مهنة بيبقى ليها أسرارها وبيبقى ليها إيجابياتها وبيبقى ليها سلبياتها، زي مهنة الطبخ. المهنة دي فيها أسرار كتير جدا وبيبقى ليها احتياجات كتير جدا لابد من توفرها. احنا معانا النهاردة عملاق من عمالقة المطبخ الشرقي، وهو الشيف علاء الخولي. اهلا وسهلا بك. اهلا بيك شيف علاء. اهلا بيك يا رب. ومعانا نجم من نجوم برنامج شيف ستار، الشيف محمود غنيم. اهلا وسهلا بيك استكون. اهلا بيك شيف علاء، تنور النهارده. ده منورك يا فندم. شيف علاء، احكي لنا كده، ليه اخترت مهنة الطبخ؟ مهنة الطبخ دي انا وارثها عن والدي، لان كان والدي هو اللي معلمني وهو اللي السبب اللي انا اكون في الوضع ده دلوقتي. وانا بحب مهنه الطهي ديت، لان مهنه بتعلمني الصبر وبتعلمني ازاي اتعامل مع الناس بتعامل حسن. ومهنه الطبخ ديت مهنه بتقرب الشعوب من بعضها طبعا. والاكل بتاعنا المصري بيبقى اكل شرقي جميل وكويس جدا. طيب بدأت مشوارك ازاي؟ ومين الناس اللي ساعدوك فيه؟ وايه اهم المحطات اللي قابلتها في حياتك؟ اول حاجه ان السبب اللي انا دخلت المهنه ديت هو والدي، لان احنا اسره بنحب اصحاب المهنه ديت ومشغلين في المهنه دي من زمان. تمام. ووالدي هو اللي ساعدني ان انا اكون في المكانه ديت، وانا طورت من نفسي وطورت من الامكانيات بتاعتي ان انا اعمل حاجه جديده في المهنه ديت. فالمهنه ديت مهنه جميله جدا وكل الناس بتقبل عليها جدا، بنحبها طبعا، لان ما نقدرش نستغنى عن الاكل والشرب، لان الاكل ده هو الوسيله الوحيده بتاعتنا. تمام. احنا النهارده الشيف علاء جايب معاه هديه للساده المشاهدين، فانا عايزاك كده تقول لي النهارده. طبعا احنا بنقول للاخوه الاكبار كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد بتاعهم. فانا جايب النهارده طبق فيه عباره عن لحم فيليتو. لحم الفيليتو ده بيبقى اعلى انواع درجات اللحوم، فبيبقى طعمه جميل جدا. فلحم الفيليتو ده احنا عاملينه النهارده لحم فيليتو النهارده، ملسعينه في الجريلا وعاملين له سوس. فالطبق ده عباره عن قطعتين فيليه بالسوس بتاعهم. السوس بتاعهم عباره عن ايه؟ مرق دجاج ومعلقتين صلصه وكريمه لباني وفص ثوم ناعم. ده السوس بتاعه. طب بيتعمل تمام. طب اتفضل. وعباره عن ايه الطبق؟ في بروكلي وفي بطاطس وفي فاصوليا خضراء، وفي طبق تاني طبق رز ابيض، وفي سلطه يوناني عباره عن جبنه فيتا وعباره عن كوبيتشا وعباره عن طماطم وخيار وبصل حلقات. والصوص بتاعها بيبقى عباره عن زيت زيتون وزعتر وليمون. طبعا الخطوات بتاع الفليتو ده انا ما بحبش احط فيها اللحمه بتاعتي توابل كتيره جدا، عباره عن ملح وفلفل اسمر. فانا النهارده عاملها بملح وفلفل اسمر وزيت زيتون متلسعه على الجريلا واستوت، لان الفليتو ده ما بيستحملش سوى جدا، فطعمها طبعا هيبقى جميل جدا. طب تمام، بتاخد وقت قد ايه؟ دي ما بتاخدش بالظبط عن 10 دقايق، الفليتو ما بيغلبش في السوى جدا وبيستوي بسرعه في خلال 10 دقايق بالظبط. طيب قول لنا بقى كده، ايه الاكله المفضله ليك اللي بتحب تطبخها؟ هو الاكل المفضل طبعا محدش بيقدر يستغنى عن اللحوم، اللحوم دي بتبقى طعمها جميل جدا وبتبقى كويسه. انا بحب طبق اسمه طبق كباب حله. كباب الحله ده مين ما بيحبوش؟ كل مصر بتحب طبق كباب حله. اللحمه الكباب الحله دي بتبقى طعمها جميل جدا والصوص بتاعها بيبقى جميل. وانا زي ما قلت حضرتك ما بحبش ان انا احط توابل كتيره جدا، لان التوابل الكتيره جدا بتبقى خطا. انا بس عامل في اللحوم بتاعتي عباره عن ملح وفلفل اسمر، ده اللي بس عامله في اللحوم بتاعتي. طيب ايه الاكله اللي بتميز مطبخ شيف علاء؟ الاكله اللي بتميزني جدا اللحمه الفريش، اللي هي عباره عن لحمه بارده ولحمه ستيك. الستيك المشوي ده بيبقى طعمه جميل جدا وكل مصر بتحب الستيك المشوي ده. فانا بتميز في مهنتي ان انا بجيب لحم فريش
من خامات نظيفه جدا، هو ده اللي بيتميز وهو ده اللي بيديني طعم كويس جدا، والناس كلها بتبقى مبسوطه باللحم بتاعنا لانه لحم فريش جدا. تمام. طب خلينا كده نشوف شيف محمود قدم لنا ايه. انا معايا كورد بلو. ايه؟ كورد بلو. تمام تمام. معايا حمام كداب، معايا رز كبسه، معايا طبق سلطه، معايا بطاطس فيليه. تمام ماشي. طيب كل شيف بيكون ليه فريق بيساعده في نجاحه. طبعا. بيساعده في شغله. طبعا. فانا عايزاك تكلمني كده عن التيم بتاعك. حضرتك ساعدك جامد. حضرتك انا شغال شيف في حفلات خاصه، وعملت ليا اسم من ناحيه الحفلات الخاصه والمناسبات السعيده اللي انا بروحها. التيم بتاعي بيبقى من اعلى الشيفات اللي موجوده في مصر. عندي كل الشيفات. طبعا. وكل التخصصات اللي بتبقى شغاله في المطبخ بتاعي. فعندي شيف معجنات، وعندي شيف سلطات، وعندي شيف حلواني، وعندي شيف جزار، وعندي شيف طاهي. كل الشيفات اللي معايا بيتميزهم بحسن الاداء والاخلاق، بيشتغلوا بها كويسين جدا، ومن اعلى شيفات مصر بحالها اللي بيشغلين معايا انا في الحفلات الخاصه بتاعتي. طيب تمام. طيب عايز اعرف ايه الترتيبات اللي بتعملها قبل اي ايفنت مهم ليك؟ انا اما بتعامل مع العميل بتاعي بروح اتفق معاه الاول مع العميل، واعرف هو هيعمل عدد قد ايه وايه الاصناف اللي هيعملها. ببدا ان انا اتعاقد معاه، وبعد كده بروح عندي في المعمل بتاعي اجهز حاجتي كلها واجهز للصف بتاعي، وابدا ان انا اروح للعميل عنده لغايه مطبخ بيته، واعمل له مطبخ متكامل. انا عندي مطبخ متكامل بكل المعدات. بروح لاي عميل في اي مكان في محافظه المنوفيه او جميع محافظات القاهره بحالها، بروح اعمل عنده الاصناف اللي طلبها مني او المناسبه اللي طلبها مني بعملها عنده. فدي اللي خلاني تميزت في قلب مصر بحالها، وبلف محافظات جميع محافظات مصر بحالها. ما شاء الله. تحت امرك. طيب حضرتك شايف ان الاكل بيعمق التقارب بين الشعوب؟ طبعا. احنا كشرقيين الاكل الشرقي بتاعنا مطلوب في العالم كله. فاحنا كمحافظه اسمها محافظه المنوفيه، وانا من قريه اسمها قريه البتنون، احنا بنقرب الشعوب من بعضها، لان في ناس اجانب كتيره جدا بييجوا قريتنا وبييجوا يعشقوا الاكل بتاعنا الشرقي، وبيطلبوا الاكل بتاعي اللي انا بعمله بالظبط، اللي انا بعمله باصنافه، وبيحبوا ان هم ييجوا مصر كتير عشان يدوقوا الاكل الشرقي بتاعنا. الاكل الشرقي بتاعنا له جمال وله طعم وله مذاق. طبعا طبعا. في احلى من الاكل الشرقي؟ لا طبعا. احلى من الاكل الشرقي؟ لا، اكل الشرقي ده له طعم تاني خالص يعني. طبعا. طيب شيف محمود انت هنا ايه يعني؟ قول لي انت بتعمل ايه؟ ده حمام كداب، محشي كبد ورز. تمام. ومعايا تاني كورد ملو، عباره عن صدور فراخ فيليه. طب يعني ايه الحمام الكداب ده؟ رول بطاطس. بطاطس. طيب. باللحمه المفرومه. باللحمه المفرومه. طيب يعني انت لما بتيجي تعمله بتحط عليه لحمه مفرومه بقى يعني؟ يمكن وانا لا، بطاطس مبشوره. بتصفي ميتها. تاخدها في صينيه. تحت ورق زبده، تبدا تفرديها، تحط عليها طماطم مقطعه. فلفل احمر، فلفل اصفر، فلفل اخضر، تحطهم مع بعض كلهم في صينيه، تحطها في الفرن، تحط على وش طبقه جبنه موتزاريلا، حطها في الفرن على درجه 180 لغايه ما وشها يحمر. تعصج اللحمه، تحط عليها التوابل بتاعتها، بابريكا، فلفل اسمر، ملح، مع بعضيها بصله. بعد كده بتطلعيها من الفرن بعد ما تكون اتحمرت الصينيه، تحط الوش عليها، تبدا تلفيها مع بعضها على وش البطاطس، بتحط جبنه موتزاريلا، بتحطها تاني في الفرن، تاخد وش معاك بعد كده تطلعيها. ماشي. هندوق بقى وبعدين نحكم. يعني انا مستنيه ادوق. انا يا حاضر. طيب حضرتك شايف ان مهنه الشيف ممكن تساعد في انتعاش السياحه في مصر؟ طبعا. مهنه الشيف دي اعلى مهنه، بتحتاج ان الشباب يخشوا عليها
ويتعلموا مهنه الشيف ديت، لان مهنه الشيف دي مهنه جميله جدا، ومهنه زي ما قلنا بنقرب الشعوب من بعضها، والسياحه عاوزه ناس كتيره جدا يشتغلوا فيها. وانا بحب ان انا في مهنتي ان انا ادخل عندي شباب كتير يتعلموا المهنه ديت، لان المهنه ديت مهنه جميله جدا بتعلم الصبر. واحنا كشباب الشباب الجداد بيبقوا داخلين على المهنه عاوزين السرعه، فلازم نتعلمهم من المهنه دي. تمام. واخيرا بنوصل لنهايه حلقه البرنامج. احب اشكر الشيف علاء الخولي على تواجده معانا النهارده، وكذلك الشيف محمود غنيم. انا سعيد طبعا ان انا بقدم في البرنامج، احب افخر حضراتكم وسعدني طبعا كنا ضيف شرف كبير. الله يكرمك يعني. الله يكرمك يا شيف محمود. تحت امرك. الله يكرمك. احب افكر حضراتكم اللي عايز يظهر في البرنامج، الارقام هتظهر لكم على الشاشه. الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج شيف ستار.